كنديروا الليله او ما يسمى بالصداقه عند ديال رجال الله ديال الجواد كنخدموا فيها عندنا ضروري داكشي اوبليجي علينا اننا نديروا لما درنا الصداقه في العام او لا في 6 شهور او لا كل واحد شنو حساب متبع كيوقعوا لنا شي حوايج يعني لابد وهادشي كنديروه كنصدقوا منه بحال كما شفتوا معنا الذبائح يعني الكبار اللي ذبحنا اللهم بارك يعني كنصدقوا منها على الناس على الفقراء والمساكين كنطعموا بها هذيك الليله بزاف يعني بزاف ديال الحوايج اللي هما داخلين في الاجر بالصدقه يعني اسم على مسمى يعني الصدقه فهي الصدقه هادشي اللي كاين وعاد كيف ما شفتوا معنا الطقوس ديال الليله اللي كنديروا هكا يعني كنديروا عيساوه جلاله قناوه على حساب كل مره وشنو كنديروا يعني كندوزوا الذبائح يعني كندبحوا بالمسائل ديالهم بالطقوس يعني كتكون خاصه طبعا و كنا نعملوا هكاك وحساب يعني الترتيبات الليله راه كيكونوا يعني ضروري داكشي من الترتيب ضروري من التنظيم راه بحال اللي كثر من العرس يعني الليله فيها شي حوايج خاصك ادق التفاصيل يعني يكونوا هما هذوك الجدبه او ما يسمى بالحضره يعني كنديروها حنا غير ارادي يعني داكشي كنقولوا الحال يعني ما يعرفوني غير ناس الحال هما اللي يعرفوا بهذا الكلام اللي كنقول طبعا يعني كنعملوا ديك الحضره او لا الجدبه
داكشي الحال اللي فينا هو اللي كيدور بدون شعور، كنجذبو في حب الله، كنجذبو على الاولياء على الصالحين، يعني ماشي انسان كاين شي واحد كيبدا يقول لك لا هادي ولا داكشي الحال، كيف ما تنقولو الحال، كيف ما شي واحد كينوض باش يدير سبور يدير سميتو يخرج بنفس الشيء، كل واحد وحاله كيف ما كنقولو، يعني كنترفع يعني ما كنكونش عاقل على راسي في بعض، دروك يكونوا الناس معايا اللي واقفين واللي تكون ضابط اموري قبل طبعا، وبعد يعني بعض الاحيان تكون ما عقلتش شي حوايج ما كان تيقولوا لي شنو كان، يعني كنت صابره راني ما عقلتش عليهم، غايه مرفوع عني الحال هو هذا، اخص فهاد الشعبان هذا راه مولي الحال كلهم هزوزين، كلشي باين الحمد لله، علاقة هاد الحال هاد الجذبة يعني او بسبب الصداقة مع الخدمة ديالتي هي علاقة روحانية، يعني واحد العلاقة يعني كندير منها صداقة، كنصدق يعني باش هاديك الصداقة بحال كنقولو مثال، ديك الصداقة كتفعل بلا ولباس يعني كتعاون، نفس الشيء دابا هادشي اللي كنديرو حنا واجب علينا نصدقو، واجب علينا ان نديرو داكشي اوبليجي، خصنا هادشي نديروه، واللي لا بحال تقول واحد الغذاء ديال الروح ديال الجذبة ديال الجواد اللي كيكونوا معاك، الجواد اللي كنكونوا خدامين معاك طبعا. والحمد لله هادشي يعني رباني، جذبة ربانية طبعا، راه ماشي جذبة شي حاجة اولا كنجذبو على شي حد اولا، داكشي رباني 100%، واللهم لك الحمد، وحنا هادشي كنديرو هادشي فينا حال، والحال تاني كنداو الناس اولا بهادشي، ماشي يعني الحال اللي ربي هو اللي كيداوي، حنا غير اسباب، ودوك الناس اللي يكونوا خدامين معانا، وهادشي راه يعرفوه الناس الحال. الحال يعني هو واحد، هو الحال ما كيتشرحش وما كيتشفرش وما كي ما كيتعرفش ملموس، يعني ما يعرف بالحال غير اللي فيه الحال نيت، اش قلت لك ملموس، يعني شي حاجه كتحس بيها، شي حاجه ماشي اي واحد غيعرفها، واخا تشرح الانسان حتى يقدر يفهم واحد البارتي، ولكن ما يفهمش كلشي وما يحسش بكلشي، ماشي بحال مول الحال شخصيا، فهمتي جبيت نوصل لك، يعني الحال هو واحد كيما تنقولو مجذوب او لا مسلوب، فهمتي يعني مجذوب مسلوب، يعني الحال ديالو غير ارادي، يعني ماشي هو بداتو كيتحكم في داكشي اللي كيدير، كاد مرات شي حاجه حل دابا شي واحد مسكين كيكون فيه صيح او لا ما كيخلي حتى بلاصه، ما كيخلي حتى والي، ما كيخلي هكا، والحال راه بحار، ماشي بحر وعالم اللي هو كبير بزاف، يعني راه ماشي اي واحد كيعرف فيه، ماشي اي واحد، واخا دابا ولا هادشي كيمرضو بزاف بهاد الحال هادشي، وكاين كاين تيخلط ما بين الحال وبين المرض الروحي، ما بين السحر، ما بين هادشي اللي كيعرفو غير الناس الشيوخ والناس الحال والمقدمين الكبار، فهمتي ماشي اي واحد كيدخل وكينوض داخل، كيف كيخلطو بين الحال وبين السحر وبين الشعوذة وبين هادشي، راه هذا هو الفرق اللي كنوصل الناس، وكل واحد كيفاش كيفهمها، دابا كيشوف الحال صافي تيقول لك راه شعوذة، كنظم ليالي بحال دابا كاين اللي كيكون عنده هو المجمع، عندها الجواد او عنده الجواد رجال الله وما عارفش تالف ومخربقين، وداك الجواد تالفه به سميتو كيمشي هنا وكيمشي هنا وكيمشي هنا، ما ينفع فيه داك، ماشي ديال الفكان او لا ديال تحيد تعالجو ولا بالسحر، كيكون اما واجب عليه الليله خصو يديرها، اما هما كيوقفوه عليه، اما كتكون واجب عليه وما عارفش، خصو حتى بعدا يعرف شنو كاين، عادي يمكن الانسان يبقى يدخل هنا يدخل هنا، ولا كيكون يلاه مريض وكيبقى يمشي الليلات يعني يوكي، ولا كيديروا لي شي حاجه ولا يدخل شي وشي هو ما عارفش، راه داكشي كيخرج على راسو، الانسان يشد في واحد المشايخ اللي هو كيكون يعني متمكن، هو كيوري شنو خصو يدير وشنو المسائل اللي كيدير، انا كنظم بحال كتكون عنده الليلات، كاين اللي كي هو كيكلفني كيكون كان كيدير شحال دي اولا كيكلفني بالليالي اولا بسميتو عليه، يعني كنوقف ليه في داكشي ديالو، امور كلها كدوز مزيان، هادشي اللي كنت مقدميت، يعني شنو هي تمقدميت، يعني واحد بحال تتقول محامي، بحال واحد المحامي، مكنتش كتدخل المحكمة بلا محامي، نفس داكشي حنا غير مقدم تنقول ماشي ما تبات مقدم ديال الحومه، ماشي مقدم انت مقدم ديالنا حنا شي حاجه كثر وكثر وبزاف، وعندها واحد الحاجه اللي هي روحانيه، ويعني ماشي هكا شي حاجه اللي باينه واضحه، داكشي كيكون بحال تقول الشيخ، وهذا ما كان بالنسبه للهضره بزاف والكلام طويل، ومرحبا اللي بغى يتواصل معايا مرحبا، راني يعني خد الرقم ديالي او تواصل بيا عبر الواتساب او القناة ديال لاشين في اليوتيوب مقدم ملزاج ياسين، راه نطلع لكم ومرحبا. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي،
أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.